عاداتنا الصغيرة هي اللي بتعمل حياتنا. نبص نشوف بنعمل ايه كل يوم في نفس الميعاد، هنعرف اذا كان ممكن نصلح حالنا ولا لا. لقيت الكوباية الزغنونة دي، قررت ان هي دي اللي هحط فيها الحاجات اللي هاكلها. زي ما قلتلكم هلتزم بأقل القليل علشان في آخر الكورونا دي لما يخلص الواحد ما يبقاش قد الفيل. صباح الخير، احنا مش بالليل، احنا لسه الصبح، بس النهاردة الجو مغيم قوي، ف يعني احتمال كده ان هي تمطر، يمكن تنظف الجو شوية. النهاردة في اكتر من حاجة عايزة اكلمكم فيها، بس على السريع هبتدي برسالة جات لي من شاب لطيف، وبيقول لي ان هو دلوقتي ناجح وكويس، وبس لما كان صغير كان شقي شوية، كان يعني مش بالنجاح اللي هو عليه دلوقتي، وان في شخص من عيلة والده في اي تجمع، في اي في كل فرصه يتقابلوا فيها مع بعض لازم يجيب حاجه من ماضيه العتيد ويقعد يتكلم على هو كان كذا وكذا وكذا. وده فكرني بعم ايوب في المسرحيه بتاعت محمد صبحي. عم ايوب لما كان عامل نفسه عجوز، ولما كان بيشوف اسمه ايه، محمود القلعاوي، اللي شاف منكم المسرحية دي هيعرف انا بتكلم على ايه، لما كان بيقول له يا ولا يا ولا ايام البلبطوز اللي كان بيروحها من ورا. في كل تجمع، في كل عيلة، في كل حتى شركة هتلاقي فيه الشخص اللي كان يعرفك في مرحلة من مراحل حياتك اللي هي مختلفة عن المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. لو كانت المرحلة السابقة أوحش من المرحلة الحالية، وهذا الشخص في قلبه مرض وحقد من تجاهك، من نجاحك، لازم هينتهز كل فرصة ويقولك كلمتين ملهمش لازمة. لو سبت هذا الشخص كلامه يوصل لقلبك، انت كده يعني ده هو ده اللي هو عايزه. انت كده بتاخد النار اللي في قلبه، لأن هو حاقد، والنار اللي في قلبه دي حقد من نجاحك، حقد من تطورك، حقد من قدرتك على ان انت غيرت حياتك، لان هو ممكن يكون نفسه كان يغير حياته ومش عارف، كان نفسه يحقق النجاح اللي انت حققته وهو مش عارف. فانت كده بتاخد النار اللي في قلبه وتزرعها انت في قلبك وفي حياتك، فهو نار حقده دي خليها له. لو جه احرجك في وسط الناس ما تخليش كلامه يوصل ليك، ما تتنرفزش، رد عليه رد يليق بالمكانة اللي انت وصلت ليها. في ناس بتاخد ودي يمكن استراتيجية كتير قوي مننا بيعملها، ان احنا بنقعد نتريق على نفسنا. للأسف مش كل الناس هتاخد الموضوع ده زي ما احنا عايزين، ان احنا نخفف من وطأة الموضوع. ممكن في ناس تاخد الكلام التريقة اللي انت بتقوله وتستخدمه ضدك، فخليك واعي قوي وحريص في الكلام اللي انت بتقوله، وما تسمحش لهذا الشخص، واقطع كلامه، يعني حول مسار الحوار او اقلب الترابيزة عليه. المهم ان انت ما تسيبش الفرصة ليه ان هو يقوض من نجاحك، ويفكر الناس يا ده انت ايام ما كنت بقى شاب صغير مستهتر، ايام ما كنت بتسقط، ايام ما كنت مش عارف ايه، ايام ما كنت فاشل. والناس دول اللي هو اللي احنا بنقول عليهم بشكل عام كده اعداء النجاح، لان اعداء النجاح ليهم اكتر من صورة واكتر من نوع، لكن ده نوع من انواع اعداء النجاح، ان هو انت كنت في مرحلة من المراحل فاشل فلازم تفضل فاشل، او انت كنت في مرحلة من المراحل بتعمل حاجات مش كويسة لازم تفضل تعمل، عشان يبقى في المجتمع بتاعه هذا الرجل او المرأة اللي دايما يتكلم عنها، يقوم يشد الانظار من نواحي النقص اللي عنده لنواحي النقص اللي عند الاخرين.
فدي كانت رسالة كده جات لي، انا رديت عليه بصراحة، بس هو ده محتوى الكلام اللي انا رديت عليه بيه. وهنروح نجيب حاجات، احنا عندنا اعلنوا حالة الطوارئ في المقاطعة اللي احنا فيها، فهنروح نشتري شوية طلبات، ربنا يسهل ويبقى فيه اصلا حاجة في المحلات، هنشتري شوية طلبات ولما نرجع هكلمكم برضو في موضوع مهم خالص. اشوفكم بعد شوية. طبخنا وكلنا واشتغلنا واتفرجنا وهرجنا وعملنا كل الكلام ده، ومن ضمن الحاجات اللي حصلت النهاردة ان اعلنت حالة الطوارئ في المقاطعة اللي انا عايشة فيها في كندا. فده معناه ان احنا لازم نغير نمط حياتنا. احنا بالنسبة لنا كأسرة دي مش اول مرة هنغير نمط حياتنا، في امور حصلت اكتر من مرة واضطرينا ان احنا نغير نمط حياتنا.
لكن بالنسبة للكثيرين مننا هيبقى في مشكلة في تغيير نمط الحياة. عشان كده حبيت اتكلم عن الموضوع ده تاني، لانه موضوع مهم ومش سهل، والى الان في بعض الدول العربية ما فيهاش مشاكل كتير قوي من حيث انتشار الفيروس وظهور اعراضه، لكن في دول تانية ظهرت اعراضه وابتدى يحصد منها المئات. واحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، لان احنا يعني بلاد في يعني في لينا ظروف خاصة. اولا معايير النظافة مش قوية قوي، في اماكن كتير قوي قوي زحمة، سهل جدا جدا انتشار اي حاجة. وده مش اول وباء يعدي على بلادنا ولا على المنطقة بتاعتنا، بس هو اول وباء في حياتنا احنا. فاحنا مش عارفين، احنا مش فاهمين. في ناس واخدة الامور باستسهال جامد قوي قوي قوي، وفي ناس مش واخداه باستسهال، وفي ناس بتحس ان القيود اللي بتفرضها الحكومة ملهاش داعي، فبالتالي بتستخسر. زي مثلا زمان لما كان في انفلونزا الطيور، والسيدة اللي خبت الطيور بتاعتها في اوضة النوم عشان استخسرت ازاي هتذبح كل الفراخ دي، وبالتالي اصيبت بانفلونزا الطيور وماتت وعدت كمان الناس اللي حواليها. واحنا مش عايزين نصل لهذا الحد ابدا، ومش عايزين لا نضر نفسنا ولا نضر الاخرين. ليه انا النهاردة بتكلم تاني في الموضوع ده؟ لان النهاردة قريت خبر انه سجلت اول حالة وفيات في الاطفال. الفترة اللي فاتت كلها بنتكلم على ان الناس الاكثر عرضة لخطر فيروس كوفيد 19 هم الناس كبار في السن والناس اللي عندهم مشاكل في المناعة، لكن هذا الفيروس تحور واصبح يصيب كمان الاطفال وبيظهر عليهم الاعراض وكمان بيموتوا. فاحنا مش عايزين نعرض اطفالنا ولا الكبار ولا الصغيرين ولا احنا نفسنا للخطر. ايه بقى اللي انا عايزة اركز عليه؟ النظافة. طيب ماشي، النظافة النظافة النظافة، نعمل ايه؟ فانا فكرت المشاكل الاساسية هي في كل ما يخرج من جسم الانسان وانتقاله لمكان لسطح او لشخص ويدخل في جسم الانسان التاني. ايه اللي بيخرج من جسمنا؟ اللعاب، الرذاذ اللي طالع من الكحة، من العطس، حتى لو ما شفناهوش بيطلع. طبعا البول والبراز وكمان العرق، دي كلها حاجات ممكن تحمل الفيروس وتحطه على اشياء، يعني على الحاجات اللي حوالينا او في الهواء فيستنشقوا الناس. عشان كده لما نيجي نفكر ايه اللي بيخرج من اجسامنا كلنا، بيجي فين، على ايه، وازاي نمنع الكونتاكت مع الحاجات دي. ليه نقول نمسح الاسطح؟ ليه نمسح الاسانسيرات مثلا؟ ليه نمسح درابزين السلم؟ ليه نمسح كل الاماكن المشتركة اللي ممكن ناس كتير تلمسها؟ ومدام لمستها كحت، ما هو لما بنكح متعودين ان احنا نكح في ايدينا، ده غلط. في الغرب بيعلموا الاطفال الصغيرين يا تكح في منديل، يا بيسموها كحة الفامباير، كحة مصاص الدماء، ان هو مصاص الدماء بيروح مغطي وشه بكمه ونكح او نعطس كتش. طبعا دي حاجة جديدة في ثقافتنا، ما تعلمناهاش. ايه ده بتمسح في كمك زي الولاد المقرفين؟
هو كل الحكاية ان احنا عايزين الكحة او الرذاذ تيجي على هدوم او على حاجة ما تطرش في الهواء، تمنع طيرانها في الهواء. فلما نكح في ايدينا او نعطس في ايدينا، ايدينا بقت ملوثة بالرذاذ اللي طالع مننا، وبالتالي بنمسك اي حاجة، بنحط ايدينا على اي حاجة، حتى لو لابسين جوانتي ما هو اوريدي جه الرذاذ على الجوانتي. ففي كحة او عطسة الفامباير ان احنا نغطي بكمنا بدراعنا كده. ده مش وقت ان احنا نتريق على بعض. في ناس مناعتها اضعف من ناس تانية، انا واحدة من الناس دي، عندي حساسية وعندي امراض مناعية بتخليني افكر مليون مرة ان لو اصبت بتعب ممكن يحصل لي ايه. الاطفال الصغيرين، الناس الكبار، يعني اي حد فينا، الناس اللي بتدخن وبتشرب سجاير، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، كل الناس دي عرضة اكتر لخطر العدوى. ولو فكرتوا كده هتلاقوا ان مفيش اي حد ممكن يسلم من هذا الموضوع. فلما نمشي يعني بتأدب في العالم، لما نمشي بتأدب على الارض، لما نتعامل مع الزبالة، لما نتعامل مع النظافة، احنا عندنا مين نقول النظافة النظافة، واحنا كلنا نضاف في بيوتنا، احنا بنغسل هدومنا، احنا كذا. انا بتكلم على التفاصيل الصغيرة اللي ما كناش في حياتنا بناخد بالنا منها، وفي حياتنا العادية وفي امورنا العادية. فبالتالي لازم لازم نفكر في الموضوع ده قوي قوي قوي، ونعلم ولادنا، ونعلم ولادنا ان احنا ما نلمسش حاجة بإيدينا، ولو لمسنا حاجة خلوا طبعا إزازة المطهر أو الكلام ده في الشنطة في الباك باك، وما نخرجش إلا للضرورة القصوى. ونحاول نشوف إزاي هنستغل وقتنا وإحنا قاعدين في البيت. إحنا مثلا أسرتي، ليه بقول لكم نمط حياتنا اختلف؟ لأن مثلا ما عادش فيه تريننج، الولاد مش بيروحوا أي تدريب، ما عادش في الاماكن اللي احنا كنا بنروحها، ما عادش في حتى مطاعم لو احنا عايزين نخرج في مطعم، ما فيش مثلا سينمات لو احنا عايزين نخرج في سينما، لو احنا عايزين كذا. فبقى كل واحد لازم يقعد في بيته، وعشان نقعد في بيتنا يبقى لازم بقى نحاول ان احنا نهدي الامور في البيت، ونمشي الامور بسلاسة، ونحاول ان احنا ما نتخانقش، لان سهل جدا جدا الناس اللي قاعدة في حيز واحد يعني كأننا ماشيين ندوس على رجلين بعض، كأننا ماشيين نخبط في بعض. فلما نحاول ان احنا نقلل الاحتكاكات بيننا، قريب ان شاء الله انا هسجل فيديو عن التعامل مع العصبية وسرعة الغضب، انتظروا هذا الفيديو ان شاء الله قريبا، علشان نحاول نهدى ونهدي نفسنا. من ضمن الحاجات اللي برضو يعني جت في طريقي، لان انا واحدة من الناس عندي حساسية شديدة قوي قوي من الكلور، طبعا في كل النصايح يقول لك حط كلور على المية ونظف بيه الاسطح. طب الناس اللي تعبانه عندها مشاكل من الكلور ومن الحاجات دي، وفي اطفال صغيرين ممكن يحطوا الحاجات دي في ايديهم. فانا سالت اي صديقه بتشتغل في مجال العدوى، وقالت لي ان ميه وصابون وخل مع نظافه مستمره، مع اننا ننعزل عن الاخرين كده احنا بنحد فرص العدوى. الكحول كمان مهم جدا، ممكن نستخدم الكحول في تنظيف الأسطح والحاجات دي. ايه حبيبي؟ طيب لا لا ما جراش حاجة. فمهم قوي قوي في المرحلة دي اول حاجة ما نتخضش،
انسبها على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن زي ما بقول لكم تاني اعقلها وتوكل وناخد بالنا من الحاجات الصغيرة. الحاجة التانية بقى، البوستات اللي بتيجي على الفيسبوك بكلام عبيط، بيقولك الفيروس بيقعد في الزور 4 ايام ولو اتغرغرت بمية وليمون هيروح والكلام ده. يا جماعة الفيروس مش بكتيريا، يعني في الناس اللي درست علوم، انا كنت من الناس اللي درسنا منهج العلوم كله ومنهج الرياضيات كلها، الفيروس لما بيدخل في خلية، بيدخل على الـ RNA في الجينز بتاعتها وبيبقى جزء من الخلية وبيخليها تتكاثر كأنها هي الفيروس، غير البكتيريا. البكتيريا ممكن تصيب منطقة محددة، فبالتالي لما نتغرغر، لما نعمل مش عارف ايه، نضيع الالتهاب ونقضي على البكتيريا، الفيروس غير. الحاجة الوحيدة اللي هتقضي على الفيروس هو مناعتنا، ومش هنقضي على الفيروس، احنا هنقضي على الاعراض اللي بيسببها الفيروس. فنحاول ان احنا نزود مناعتنا، نزود مناعتنا. طبعا ده مش من يوم وليلة، ما دي نقطة مهمة جدا، ان مش النهاردة هبتدي امضغ فصين توم الصبح فجأة كده مناعتي هتزيد. يعني ده حاجة لازم اشتغل فيها فترة طويلة. الناس اللي بتدخن بقى لها سنين مثلا وقلردي الرئة بتاعتها متدمرة، لان الفيروس ده بيستهدف خلايا الرئة، مش هتيجي النهاردة تقول لا ما انا هبلع لي فصين توم وهاكل لي فحل بصل وهشرب وهاخد لي معلقتين عسل على الريق وكده هبقى زي الفل. انت اساسا دمرت جهازك المناعي طول الفتره اللي فاتت، فمش هتيجي النهارده ما بين يوم وليله وتزود قدراتك المناعيه. فلازم توقف اي حاجه بتقلل مناعتك في جسمك، يعني المدخنين يبطلوا تدخين، طبعا اللي بيشربوا شيشة، في ناس كتير قوي عندها شيشة في البيت، ده كله لازم مفروض يتمنع. اي حاجة بناخدها وبتضر جسمنا اذا كان ليها تأثير سلبي في السابق، فهي دلوقتي ليها تأثير مميت حاليا. فدي دعوة لكل المدخنين ان احنا نوقف التدخين ونوقف كل الحاجات الوحشة، نوقف السكر الكتير قوي 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 اللي بنحطه في الاكل بتاعنا، لان السكر بيعمل internal inflammation، بيعمل التهابات داخلية في اعضائنا الداخلية. فمتخيلين جسمنا جوه ورمان من كتر الـ السكر الابيض والانفلاميشن اللي فيه. فنحاول ان احنا نقلل الحاجات دي قوي. لما نقول ان احنا ناكل اكل صحي، احنا عارفين الاكل الصحي، مش لسه هنتكلم عنه. الاكل الصحي اكل متوازن ما بين بروتين، والبروتين ممكن يكون بروتين نباتي وبروتين حيواني. انا ما باكلش لحمه كل يوم، انا ما باكلش فراخ كل يوم، انا ما باكلش سمك كل يوم. في ايام بناكل فيها عدس، في ايام بناكل فيها فاصوليا، بناكل فيها لوبيا، فول وطعميه، كل الحاجات اللي هي البقوليات دي شغاله، ما فيش مشكله. ان احنا ناكل خضار، طبعا انا ما اعرفش إمكانية توافر الخضار في الأسواق بعد كده هتبقى إيه، إحنا لغاية دلوقتي لسه الحاجات دي متوفرة، معرفش بكرة هيبقى إيه، بس ناكل مدام موجود. والعيش نبعد عن العيش الأبيض اللي هو الدقيق الأبيض، لأن الدقيق الأبيض والسكر والملح دول بيسموهم السموم البيضاء، يعني 3 أنواع من الحاجات بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا جدا في أجهزة جسمنا بشكل عام، وطبعا في جهازنا المناعي. أنا مش عايزة أخد حد، لكن أنا حسيت إن دي رسالة لازم نقولها لبعض ولازم نفكر بعض بيها. فكروا في كل ما يخرج من جسم الإنسان من رذاذ في الكحة وفي العطس،
ازاي نمنعه ان هو يوصل للاخرين، وازاي نمنع رذاذ الاخرين ان هو يوصل لينا. زي ما علمتكم المرة دي اللي هي قحة الفامباير او عصة الفامباير، دي برضو مهمة جدا ان احنا نحاول نحافظ على الاسطح، خاصة الاكثر اسطح فيها اتصال مع العالم الخارجي، عند الابواب، الاسانسيرات، درابزين السلم، كل الحتت دي مهمة جدا جدا ان احنا ننظفها، ننظف ببالنا من بره ومن جوه. كمان من ضمن الحاجات ان احنا ان ما ننقلش العدوى بالجزم بتاعتنا كمان، فلو سيبنا الجزم على اول الباب ورشينا نعل الجزمة برضو بحاجة مطهرة، برضو ده هيكون كويس خالص. يعني ارجو ان كلامي يكون مفيد، تذكرة ليا وليكم. الحاجة النقطة الأخيرة بقى، إن أنا ابتديت أخد بالي قوي من الأكل، لأن القعدة في البيت طول الوقت بتشجع على الأكل بنهم شديد، فنحاول إن احنا نقنن الأكل، نعمل مواعيد ثابتة للأكل، ما نفتحش سناكينج، واكيد طبعا جبنا بقى حاجات وبسكوتات وشيبسيهات وحاجات، فنحاول ان احنا نخليهم الثلاث وجبات، ونحاول ان احنا نمنع نفسنا ان احنا ناكل واحنا زهقانين. فدلوقتي انا خلاص بقى هنخلص اليوم وننظف المطبخ ونروق المكان والكلام ده كله، ويعني ايه نهدى شوي. اشوفكم بكرة ان شاء الله.